بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العلي العظيم. فقدت الكويت في الأيام المنصرمة ثلاثا من فرسانها ورجالات الدولة، فابتداء فقدنا المغفور له بإذن الله تعالى الفريق الشيخ صالح محمد الصباح نائب رئيس الأركان العامة للجيش وأحد مؤسسي المؤسسة العسكرية الحديثة، وهو بالمناسبة أستاذي ومعلمي وأستاذ العديدين من الوزراء والنواب. ولا شك من أن الفقيد له بصمات واضحة على هذه المؤسسة، ونذكر الشعب الكويتي بأن عندما شاركت دولة الكويت في لواء اليرموك بعد عدوان 67 في مصر، كان المغفور له هو قائد هذه القوات. وكل الشكر لسمو أمير البلاد الذي بادر بإصدار توجيهاته إلى معالي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، الذي تلقف هذا التوجيه وأطلق على معسكر لواء اليرموك اسم المغفور له، وهو أقل الواجبات والحقوق لتخليد ذكرى الفقيد الغالي الفريق الشيخ صالح محمد. فللفقيد الرحمة وأسكنه فسيح جناته، ولنا ولأهله جميل الصبر والسلوان. كما فقدت الكويت يوم أمس الأول فارسا من فرسان السياسة ونائبا من النواب الأوائل المشرعون العم يوسف المخلد، الذي أسس لأن نكون نحن اليوم في هذه المؤسسة إيمانا بالنهج الديمقراطي الذي أسس هو ورجالات الكويت الأوائل وهم المشرعون الأوائل، لنأتي نحن لنكمل هذه المسيرة. فرحم الله الفارس الذي ترجل، العم الفاضل المغفور له يوسف المخلد، فعطاءاته مدونة في مضابط وفي تاريخ المسيرة الديمقراطية والعمل البرلماني هذا. فنسأل الله للفقيد الرحمة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا وأهله وذويه جميل الصبر والسلوان. كما أنه في يوم أمس وبعد قرابة أقل من 24 ساعة من لقاء جمعني والفقيد الراحل، وهو أحد رموز العمل الإسلامي والوطني، النائب الأسبق الدكتور ناصر عبد العزيز صرخور، الذي لبى نداء الحق ظهر أمس بعد أقل من 24 ساعة من لقاء جمعني به وكوكبة من الأكاديميين ورجالات الدولة اليوم لنتداول الهم الوطني وهم المواطنين وهم الأمة. سقط في ساحة الجامعة حيث محرابه، حيث صال وجال بين طلابه وفي مختبرات الجامعة،
بفكره الناضج، بمواقفه السياسية، ببعد نظره، ببطولاته التشريعية والرقابية داخل المجلس. عرف عنه تفانيه وإخلاصه وتعامله الراقي ودماثة خلقه التي يشهد بها الجميع أن خسارته خسارة فادحة، ولكن اللهم لا راد لقضائه، والحمد لله على أن ترك إرثا من أحبته يخلدون ذكره. فرحم الله الفقيد الراحل الكبير أخونا الدكتور ناصر عبد العزيز صرخوه، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وأهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان. اليوم تقدمت وبعض الأخوة النواب بتوصيات جديدة تم شمولها مع التوصيات السابقة وتمت الموافقة عليها جميعا، وهي ذات صلة بمعالجة الشأن الرياضي. والمقترح اليوم اللي احنا اقترحناه بتشكيل لجنة وطنية، يعني بصفة استشارية لتعين اللجنة البرلمانية من ذوي الخبرة والكفاءات والمختصين الأوائل السابقين من الرياضيين والمعنيين في الشأن الرياضي من الإداريين وأعضاء مجالس الهيئات والإدارات والأندية واللاعبين، وأيضا من ذوي الدراية بالشأن القانوني الرياضي، ليكونوا أيضا طالما الموضوع اليوم المعالجة تركت فيه لبيت الأمة لممثل الشعب، فلا بد من الاستفادة من هذه الطاقات. والمجلس وافق على هذه التوصية لتضم وباقي التوصيات. وكذلك تقدمنا بطلب حصرنا قرابة 16 قانون سبق أن تم سنهم في العامين 2014 و2015، ونريد أن نعرف أسباب تأخير إقرار بعض اللوائح، بعض التعيينات في مجالس الهيئات والإدارات اللي شملها هذا الحصر القانوني، وكلها قوانين مهمة وذات صلة في الناس عموما والجهات المخاطبة بأحكامه. والمجلس وافق على أن يحال هذا الأمر لمكتب المجلس ليتم تقسيمهم كقوانين تناقش في أيام معينة كجلسات خاصة في قادم الأيام. كذلك تمت الموافقة اليوم على تعديلات أجريت على بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن ذوي الإعاقة، وهي مستحقة، وتم فيها إقرار العديد من الأمور اللي فيها نفع محض للمخاطبين بأحكام هذا القانون من ذوي الإعاقة ومن من يرعاهم. فتحنا آخر شيء أيضا باب النقاش في قانون الأحداث، وبكرة سوف نواصل إن شاء الله مناقشته لحين الانتهاء من مشروعات القوانين المعروضة واللي مقررة من اللجنة التشريعية بعد أخذ رأي مجلس القضاء ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون لتعديل أحكام القانون رقم 3 لسنة 1983. الأمر الأخير اللي ودي أسلط الضوء عليه، يعني أنا البعض يعتب علي أحيانا لخوضي بأي شأن خارجي. اليوم أفاجأ بأن أحد الزملاء هناك من يصف زيارته بأن في أول زيارة من نوعها لمسؤول كويتي
إلى عدن. أنا مع كل التقدير والاحترام لمن يحب أن يروح في أي مكان بالعالم وخصوصا إن كان نائب، ولكنه لا يمثل البرلمان. كما أنني لما أروح سوريا أو أروح أي مكان في العالم فأنا لا أمثل البرلمان الكويتي، أمثل شخصي. وبالتالي من ذهب من الأخوة الزملاء الآن إلى عدن يجب أن يقال فيه ما يقال بعبد الحميد دشتي لما يروح في أي مكان. وإن كنت أنا لا أقبل هذا، أنا أرى حرية الانتقال لشاء من شاء أن يذهب إلى أي مكان وأي بقعة، ولكن أن يذهب هناك ويتكلم باسم المجلس فأنا أقول لكم من ذهب إلى هناك لا يمثلني. وإلا غدا ممكن أنا أروح وأزور عدن أو أزور صنعاء، وبالتالي يعتقد البعض أنني أنا ممثل لهذه المؤسسة التشريعية. لا، فهذه الزيارة ليست زيارة لمسؤول كويتي، هي زيارة لمواطن كويتي اليوم منتخب، وزيارته هذه لا يمثل فيها أي جهة رسمية سياسية كويتية. وبالتالي فليكن هذا واضحا. وإن اعتقد البعض أن يريد أن يكون هذا تمثيلا له فإني بريء من هذا التمثيل، وهذا يشكل نوع من الاستفزاز. نتمنى احنا كشعوب ان لا نخوض في هكذا مسائل، لان احنا بالاخير الشعوب قاطبة هم اشقائنا، خصوصا من الخليجيين من العرب واصدقائنا من غير العرب. وبالتالي لابد من ان يكون لنا موقف مساند للانسان لكل هؤلاء الأخوة والأشقاء والأصدقاء في الشعوب قاطبة. فبالتالي الزيارة التي قام فيها من سمي بمسؤول كويتي إلى عدن هذه لا تمثلني. شكرا جزيلا لحضراتكم.